السلام عليكم الأصدقاء، كيف الحال؟ نتمنى تكونوا ألف خير. مرحبا بكم أخوتي في هذا الفيديو الجديد، أخوتي تولعة جديدة مع أخوكم السي محمد سي فيانوس. جمعة مباركة للجميع، كل ما كتمنوا أنتم والأهل والأحباب والأصحاب. هذا الفيديو هذا فيه واحد البلان، سبحان الخالق سبحان الله، واحد البلان داك الذكر الوحش. المهم غتولعوا بعدا مع الحميمات وغنوريكم واحد الذكير الوحش. تصوروا أنا كنحل عليه، يعني القفص ديالو، يعني بلاصتو فين كاين كنحل عليه باش يخرج. هو اش كيدير؟ انا كنحل هو كيجر الباب كيسد، انا كنحل هو كيز مرض لوكر ديالي حتى واحد ما يدخل ليه. المهم تابعوا هذا الفيديو، انا راه سبحان الله العقل ديالي هنا توقف، والله اذا توقف زعما تيسد على راسه بواحد الطريقه، يعني كيسد زعما ما حتى شي واحد ما يدخل عندي، تيسد لوكر ديالو سبحان الله العظيم سبحان الخالق. اذا اخوتي تابعوا الفيديو من الاخر من الاول حتى الاخر، من الاخر حتى الاخر، تابعوا الفيديو من الاول حتى الاخر، وما تنساوش تبارطاجيو اخوتي الفيديو، ولي جيم ولي كومونتير تحفيزيه. بيز ليكم. السلام عليكم الخوت، كي دايرين؟ بخير، هاني الامور، جمعه مباركه للجميع، تحياتي لكم وديديكاس لكاع الخوت موالي فيما كانوا داخل وخارج ارض الوطن، ومرحبا والف مرحبا توليئه داخل السجن اخوتي. ونتمنوا هذا اليوم الجمعة يدخل عليكم بالصحة والسلامة وبكل ما كتمنوا. تولوا واحد شوية اخوتي، ما شاء الله الخوت، انا اخوتي واحد تكير اخي والانيق، ما شاء الله حنقورة تبارك الله مليح. هذا ولد الازواء، اللهم بارك اخوتي، ما شاء الله، الله يسخر الله يسخر الجميع. الزيتية يا خوتي ديالنا راه كتوكل ما شاء الله عليها حتى هي. واحد الشنيبير هدا، واحد الشنبور هدا، عاد دخلناه هنايا، اللهم بارك. هدا راه ولد القرطاسي، ولد هاد القرطاسي اللي لتحت حفيد الأنيق، هدا ولد القرطاسي اللي لتحت ولد هاد العزية، هادي ولد هاد العزية راه كيشبه ليها. أنا خوتي نطلقو هدا نتولعو فيه، هدا راه نتيوتو قارقة، نبقاو نتولعو فيها الخوت، اللهم بارك ما شاء الله تبارك الله خوتي. هذا تا هو ولد الأنيق الخوت، الشنيبير تا هو القرطاسي هذا، راه خو داك الكحل اللي وريتكم، خوه من نفس الأب والأم، راه قد قد نفس الطاجين. أنا خوتي ما شاء الله، اللهم بارك تبارك الله الخوت. هذا المقرقع هذا اخوتي، اللهم بارك ما شاء الله، الله يسخر الجميع. خوتي غنوريكم واحد الفيديو درتو للوحش، خليتها الاخر ديال الاخر ديال هذا الفيديو، غنوريكم واحد الفيديو اخوتي درتو للوحش. انا كنحل عليه الباب وهو كيسدو، انا كنحل عليه الباب وهو كيسدو، سبحان الله. نجربو عاوتاني، الله باش تشوفوه ديريكت بلا ما نقعد نمونطي. انا خوت المونطاج فيه خدمة شوية، هانتوما شتي هاهو سدو، شتي هاهو كيسده، الحمد لله ما حشمناش. هانتوما خوتي انا كندير الباب كنحلو و باغي يسدو، شتي زعما تا واحد ما يقرب للوكر ديالي، داك الوكر ديالي والنتيوة ديالي حتى واحد ما يجي ليها، او زعما راه سدو انا نحلو عاوتاني. هانتو ماشي زعما يخرج وكدا، خصو الباب يسدو. هانتو شتي، سبحان الله سبحان الله، سبحانك يا الله، من علمك هذا؟ سبحانك كريم، ما شاء الله خوت. والو النتيوة ديالي والوكر ديالي حتى شي واحد ما يجي لي، هاك يلا سد عاوتاني، يلا سد هو سد، هاهو الباب الباب، هاهو هاهو سد. زيد سد سد الباب، thank you.
أنت يعني سد صاحبي سد هاكا آه برافو برافو هانتو سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحانك يا الله صافي بارك عليك ما نديرونجيكش هذا كما كتلاحظوا اخوتي سبحان الله كنت باغي ندير مونتاج للفيديو ديك القطع اللي درت في الاول ساعه هو ما حشمنيش شو 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 ثلاثه فوق راه ما ينوضوا هاد الكره او تيجري عليه ماشي وكره ماشي وكره هذاك ماشي وكره انت وديالك ها هي راه ساد عليك تما سير انت خرج ولا انا خرجي معاه سد هاد الوكره اللهم بارك ما شاء الله الخوت تبارك الرحمن هذا اخر نسيتو هذيك ما شاء الله الحمد لله راه السجنه الاخرى راه الحمد لله راه عندي فيها طويبي ولد هذا غنوريكم واحد الطوبي تزاد عندي في السجنه الاخرى باه هو هذا المحنكر هذا هو الاب ديالو هو هي العزيه واحد الطوبي راه عندي في السجنه الاخرى وعنده صباقه بيضاء انا شويه دابا نخرج السجنه الاخرى نوري لكم شوفوا هذا تبارك الله ولد الانيق هذا ما شاء الله هذا راه اخو هذا غير ما ماشي من العش هذا هو اخر ولد عند الانيق هو هذا هو هذا انت واحد خوت هذا الاخر عند الانيق ولاد الاخرين عند الانيق ديال الموسم اللي فات انتم شفتوا تبارك الله الحنقوره ما شاء الله الله يبارك تبارك الرحمن الله يسخر لينا خوتي ويسخر الجميع الله يسخر الجميع الخوت ما شاء الله الله يبارك للجميع الخوت نمشيو اخوتي ندير بوز نمشيو للسجنه اخرى نوريكم داك الطوبي اللي تزاد عندي اخوتي يلا ما تزابيوش خوتي سبحان الله غادي للسجنه باش نوريكم داك الطويبي وانا نلقى واحد الفوياجوره بدائيه يا اخوتي في المحطوطه هي مشات انا الخوت كما كتشاهدوا معايا الخوت ها هو الطويبي تبارك الله اخوتي ما شاء الله ها هو الله يبارك لينا فيه اخوتي طوبي صفاقه بيضاء هانتوما اخوتي ما شاء الله الحمد لله طوبي شحال وانا كنتظر فيه الخوت انا الخوت ما شاء الله شوفوا هذا عويز زياده راه خوه من الاب والام باهم شجري امهم العزيه المصفقه اللهم بارك اخوتي ودعوا لنا بالتسخير ما شاء الله تبارك الرحمن راه واكلين تبارك الله عطيهم الفرامليه داك الخينيسيه وذكر الفوياجور تيوكلوهم ما شاء الله اللهم بارك اللهم بارك اخوت الله يبارك لنا فيهم ما شاء الله شحال انا كنتظر اللون الطوبي اخوتي هو جابو سيدي ربي الحمد لله جابو سيدي ربي نتمنى يكون داك الطوبي الصافي اللي ما فيه حتى شي نقطه اخرى من غير داك داك اللون الابيض من غير داك السيف الابيض نتمنى يخرج ليا شي طوبي يكون مزيان هادو اخوتي هادي قرقعه بيض القرطاسي وهادي هاد جوجه قرقعه على البيض ديال العزيه المصفقه والشجري الكبير الله يسخر الجميع اخوتي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.